جمعية الحداد، تأليف أستاذ خليل حبيب، إعداد وإخراج علي مشعل، وتمثيل سادر زين وجعفر مشعل وعبد النبي إسماعيل. المشهد الأول منزل الحاج جعفر. صلوا على محمد وآل محمد. المشهد الثاني من داخل المقهى نهاراً. صار لنا كم من سنة متقاعدنا، ما يوم حج جعفر تأخر عن الريوه في القهوة ولي من عوايده هذا يفيش. يا الله مش معنى جعفر السلام عليكم حجك حمد. أخباره؟ شخباره؟ الحمد لله. إن شاء الله سهل. الحمد لله. حياة عافية. حج حسن. خير. وانتم كج البالية. أفا. أقول عن طريق جاي. صاحبك حج جعفر الله ما جاء. صلى الصبح في المسجد. يعني عندي شغله ضروريه، بيروح وبيجي وبعدين بيخبرني ولحد ما شفته. هو صلى في المسجد شفته يعني انت؟ صلى ما يصلي جماعه، صلى بروحه، واليوم بعد جا وترك عثير الشمس ومشي. لا الحين ما جاء؟ لا
الداحل ما جونا بين اللي بسأل الداحل الساعة كم؟ بل! الساعة 10 ما تريقت ولا ما تريقت لا لا ولا هم بعد شوف صاحب أعظم عليه اللي تريق متأخر وأهم شيء باقي في دار لا لا إيه أهم شيء باقي لا أنا ما أنا تريق إلا أول أشوفه لازم أشوفه وش بنسوي إن شاء الله نشوف أهم بيجي وصل نجحت صباح الخير الله الحال يركض على وجهه من سمج تطالع قاعد تشوف لعبه جهال خاصه بالله ايش فيك يا حج صار لنا مصر إلى حين علم تضرب عسى ما شاء لا جاك الدار ما قطع الكهرباء لا كان لي يضن عجل هي مخالفة الحساب أو العبث بالأنف أثناء القيادة لا لا أعطى هذا شمع حج محمد إيه كان لي يضن هذا في باب الاكرام اللي انا قلت فيه اللي يا حج احسن ابو لك عظام اوف يا عسى عظامك دق 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 وش في بتسخن شيء شيء يخسر دومته باين هالليال خاف من اسطوره هذا ماكو طالع فيروس يقولون منتهي رقم اثنين لا 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 ولا في شيء وعارف يتابر من قوت البيبسي تري عاد بلعتي مشهورين شكل حجة المفاية قول وش تقول لك الحين؟ انت شحين شحين تقاطع علي خلاص هورد ما بقول حج جعفر ها صاحبك من الصبح اليوم من الصبح شوف حتى بلوك ما تريا ولا دخل في بوزه قرص خبز ولا انه ما في طروس في اثنين يبغى يعرف ليش نايم لحد حدس انت ان شاء على النوم ما نمت بس في شيء وش في وليش ما نمت وهو شوي شوي عاد شحين تقاطع عليها حتى لو الواحد ما يقول شيء اتنسل ما يقول ليش عاد من طريقة بلهفات شحين شحين تقاطع علي يا حج جعفر يا حج جعفر همون هون ترى الرجال يضيع فلان وش فيك لا الحين لا الحين توك جاي وش صاير وش شايف فيك تبي تعرف ايه انا من زمان ما حبيت انا بعد النصيحة مني لا تحمل نهجة فوقيها لا تركب درجة فيها قول أنا قول حج جعفر ذا بدني طبعا يقول لك ما حلم البارحة حلم قبل أذان الفجر صدق اللهم اجعل خير يا الله مش هالحلم مش هالحلم وجهك مال حداد يعني ما تقدر تكمل الحج حج حين تقاطع عليك كمل ما صارت هي خليه يكمل له يا حجي حلم عن حلم تفرق ايه ايش كل من احلامي خليه يكمل كمل المهم ايه حلمت اني رايح حلال يا المفر انا؟ يا الله خير قوم فتش تعال إذا أنا من الصبح إلى الحين إذا هذه سالفة من الصبح إلى الليل ما عم خلصين إيه كان علي أنا ها كان باتمان يتحجر ها لا مسكين طالع طالع وش يسوي يتحجر أنت الشرف مو عليك ولا عليك الشرف مو عليك ولا عليك الشرف مو عليك ولا عليك الشرف على منهم علي راح اشتري ودام احسن لي لا 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 شو محمد افا وين بتروح انت نسيت العشره خليك ويانا انت تعرف العزيز
خليه يروح بعد اللي تفرخ عليه اللي خليه يروح. اوه يعني ما تكون يحمل العين. كمل كمل اصبر 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 انت حسن احلام ما احلام قاعد تجرنا ويأدينا ويبلو سوي لنا بلو لا ويش لا ويش خلنا نتحدث عن التقاعد حسن. اوه سعد الله خلق انا من التقاعد تتحكون وش عندك بعد وش صار بعدين في الحلم. ايه المهم المهم للحداق قصة. ايوه يا افلاطون يعني ما تبون صدقني انضحت او قاطعتني الحين تدروا ايش بسوي الحين؟ ما انا مهتم بالحب انا هالروح جمعت عنها زرافه صلاة الجماعة أجل خدمة وياك أنت هالمرة واحدة بروح
يلا. وبعد انا اقول لك بعد لا تحرم هالجمع هذا، خلي ياخذ من ثواب صلاه النبي على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد.